مشكلة الموارد المائية مشكلة عالمية بتعاني منها أغلب دول العالم، مع توقعات بأن المشاكل دي هتكبر في المستقبل وفي مصر، ومع الزيادة السكانية المتسرعة وتضاعف عدد السكان في مصر خلال 60 عاماً الأخيرة إلى 5 أضعاف، وده اللي خلى الدولة المصرية تتحرك بسرعة وتسابق الزمن لتفادي الأزمة عن طريق تعديد أنواع الموارد المائية وتقليل المهدر من الاستهلاك. وبالفعل زادت الدولة المصرية من استثماراتها في قطاعات الري ومياه الشرب، وكانت الأولوية لمشروعات كتير في مجالات زي تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف بمحطات المعالجة الثلاثية، وتجميع مياه السيول والأمطار من المخرات في خزانات، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الري والزراعة وغيرها من المشروعات العملاقة. وبلغ عدد المشروعات في قطاع الموارد المائية والري 2353 مشروع تم تنفيذهم، وجاري العمل في تنفيذ 788 مشروع. كانت نتيجة جهودنا مبشرة جداً في مجال محطات المعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف. وزاد حجم الموارد المائية المصرية الموجهة للزراعة، خاصة وأن القطاع الزراعي هو أكبر مستهلك للمياه بنسبة تعادل حوالي 75%، وده اللي هيمكن مصر من توفير 28% من احتياجها للمياه السنوية من مياه الصرف المعالج. ونجحت الدولة في توفير 4.8 مليار متر مكعب من المياه من خلال محطات المعالجة. وفي عام 2021 تم افتتاح أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف في العالم ببحر البقر بتكلفة 18 مليار جنيه على مساحة 155 فدان، مسؤولة عن معالجة 5.6 مليون متر مكعب من المياه يومياً. المحطة كمان فيها محطات ضخ ونقل للمياه، وهو ما يعني مساهمة مباشرة من المياه المعالجة بالمحطة في استصلاح الأراضي الواقعة في شرق قناة السويس بشبه جزيرة سيناء وإمكانية زراعتها، وذلك طبقاً لاستراتيجية الدولة في تعمير سيناء وتحقيق تنمية مستدامة للمنطقة. ومن المخطط إرسال المياه من المحطة لاستكمال ري حوالي 475 ألف فدان من تلك الأراضي. وبانتهاء مصر من تنفيذ محطة بحر البقر، حطمت 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية فور افتتاحها، فهي أكبر محطة معالجة في العالم، وأكبر منشأة بيئية لمعالجة الحمأة، وأكبر محطة لتوليد وتشغيل الأوزون في العالم. وتسعى الدولة المصرية لتحطيم رقمها القياسي بمحطة جديدة، وهي محطة مياه الصرف الزراعي بمدينة الحمام، التي صممت لمعالجة 7.5 مليون متر مكعب من المياه يومياً، وهو ما سيسمح بري ما يصل إلى 362 ألف فدان غرب منطقة دلتا النيل، والتي تم الانتهاء من إنجازها بالكامل كجزء من مشروع تنمية محور جنوب الضبعة، والذي تم الانتهاء من تنفيذ نسبة 75% منه حتى الآن. ومن أبرز المجهودات المصرية في مجال الموارد المائية مشروع إعادة تأهيل المجاري المائية، اللي بيهدف لوصول المياه للفلاح بالكمية المناسبة والتوقيت المطلوب، واستعادة الجسور ووصول المياه لنهايات الترع، واستعادة مساحات من الأراضي البور، وده كله بيساعد في زيادة الإنتاجية الزراعية. ملف الموارد المائية ملف لا تهاون فيه. تحقيق الأمن المائي لمصر أولوية للدولة المصرية، وهتفضل مصر بتسابق الزمن علشان توفر لنفسها وأهلها الموارد المائية اللازمة لكافة احتياجاتهم.